صباح الخير، انا في ميدان القلعه وفي ظهري ضريح الزعيم مصطفى كامل، بس مش ضريحه هو لوحده، في ثلاث انفار مدفونين معاه والثلاثه مش من اسرته. جوه كمان في متحف، نخش نبص ونحكي. مدفون هنا مع مصطفى كامل ثلاث اشخاص. مدفون طبعا الاستاذ محمد فريد، الزعيم محمد فريد اللي افنى عمره برضه في النضال من اجل مصر، من اجل الحريه. والمؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي اللي هو بيلقب بالجبرتي المصري، اللي أرخ عنده مجلدات يعني من أواخر القرن الـ18 وأوائل القرن الـ19، والمناضل السياسي فتحي رضوان اللي كتب كتب وكان وزير الإرشاد وقت عبد الناصر، يعني وزير الإعلام. إيه اللي خلى الثلاثة دول يدفنوا مع الزعيم مصطفى كامل؟ طبعا هي حاجه غريبه جدا بالنسبه لنا احنا عامه كشرقيين او كمصريين، عايزين ندفن مع اهلنا. تبقى عايش في القاهره وبلدكم في اخر الدنيا، ولما تموت عايز تدفن في بلدك. ليه دول اهلهم خلوهم يدفنوا مع زعيم مصطفى كامل؟ عشان دول تلاميذه، دول تلاميذه اللي مشيوا على نهجه، القلم، الكتابه. مصطفى كامل اتعمل له جنازتين، الجنازه الاولى لما توفى ودفن في تراب الإمام الشافعي، والجنازة الثانية لما اتنقلت رفاته للضريح هنا. جنازة مهيبة، جنازة شعبية وعسكرية، حاجة تليق بهذا الرجل. حافظ إبراهيم شاعر النيل ورثاؤه ومصطفى كامل، وجنبيه قصيدة أحمد شوقي أمير الشعراء لرثاؤه أرضه. في زيزينيا وهو بيخطب مصطفى كامل قال: بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي، لك عقلي ولساني. مين اللي قاعد؟ محمد يونس القاضي. محمد يونس القاضي سمع الكلمتين دول وقام كاتب: بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، النشيد الوطني المصري. احنا كنا فاكرين انه السيد درويش هو اللي كاتبها. لا، محمد يونس القاضي. مين محمد يونس القاضي؟ محمد يونس القاضي ده اللي اكتشف مبدئيا ام كلثوم من زمان بقى، من ايام طمي الزهيره. كتب اغاني كلنا عارفينها وبنغنيها. زوروني كل سنه مره، محمد يونس القاضي. يا عزيز عيني، محمد يونس القاضي. اهو ده اللي صار، محمد يونس القاضي. محمد يونس القاضي وطني من الطراز الاول، يعني تم اعتقاله ايام الانجليز 19 مره. وقت الاحتلال بعد نفي سعد زغلول طلع قرار انه ممنوع اي حد يكتب او يجيب سيره سعد زغلول او اي حد من رفاقه. محمد يونس القاضي يسكت؟ ابدا. مفيش عمل عمله ولا مسرحيه ولا اغنيه غير لما كان فيها اسم سعد زغلول. كتب اغنيه يا بلح زغلول، يا بلح زغلول، يا زرع بلدي، يا بخت سعدي. الناس دي في النضال كانوا بيروحوا حتت محدش ممكن يفكر فيها. وإنه ليطربني أن أرى الروح الوطنية في مصر قد جرت مع الدم في العروق، وإن حب الاستقلال صار يسكن كل فؤاد. سمعنا معنى الكلمات، الكلام ليه معنى؟ طبعا طبعا. ولا لما يقول له العزيزي الغيور الفاضل، يعني بص فين احنا من الاحترام والذوق والرقي في الكتاب، ايه ده؟ ايه الناس دي؟ مصطفى كامل الزعيم الوطني العظيم في كتب التاريخ في المدرسة سطرين. محمد فريد الزعيم الوطني العظيم برضو سطر، يعني هو الجملة الوحيدة، صرف كل فلوسه عشان خاطر مصر ومات مفلس. ما خدناش ولا قرينا جواب ولا مقالة ولا أي حاجة من اللي هم كتبوه. الحاجات دي مفروض تتحط في كتب المدرسة علشان نقرأ ونشوف الناس دي اتكلمت ازاي، الأسلوب اللي كتبت بيه. لما كتب في لوفيجاهو كتب بالأسلوب اللي الفرنسويين متعودين عليه، فقروا واقتنعوا.
وعملوا ضغط، والانجليز نفس الحاجه وعملوا ضغط على حكوماتهم بعد حادث دون شويه بالذات، عارف يوصل الرساله زي ما هم متعودين يفهموا او يقروا، مش بالطريقه بتاعتنا، بطريقتهم. وهي دي القوه، هي دي قوه القلم. واللورد كرومر المندوب السامي البريطاني، ولا سامي ولا حاجه يعني، هو مندوب وخلاص، اتعزل من اسباب عزله انه حادث دون شويه وصلت للرأي العام بالطريقة اللي هم متعودين يقروا بيها، ففهموها وضغطوا وتشال. مصطفى كامل علمنا درس مهم قوي قوي قوي، ان انا اكتب او اتكلم القلم والكلمة لما اجي اخاطب شخص او اخاطب حكومة او اخاطب جهة او اخاطب شعب، اخاطبه بالطريقة اللي هو متعود يسمع بيها، ما كلموش زي ما انا بتكلم هنا، اكلمه بالطريقة اللي هم بيكلموه بيها هناك، عشان رسالتي توصل، عشان يفهمها. هي دي قوة مصطفى كامل، هي دي قوة محمد فريد، انهم كلموا الشعوب الاوروبية باسلوبهم مش باسلوبنا. صباح الكلمة، صباح القلم اللي بيكتبه صح، صباح النضال ضد الاستعمار، صباح الرموز الوطنية العظيمة، صباح الفخر بتاريخ بلدنا. صباح الفل.